ليه بس ليه بس بتقلبوا عليا المواجع؟ بس هقول لكم انا كنت بعمل ايه في الفيديو ده يا جماعه. بجد هقول لكم عن كل حاجه، لان انا برضو كنت من النوع اللي بحب اسمع للناس اللي قبلي كانت بتعمل ايه. هقول لكم في الفيديو ده يا جماعه، هقول لكم كل حاجه. هقول لكم كنت باخد دروس ولا لا، او لو كنت باخد دروس باخد قد ايه دروس، يعني درس كل ماده ولا اكتر من كده. وقفت امتى دروس؟ حط دروس مثلا بسمعها على الاسبوع ولا لا. والسوشيال ميديا كنت بعمل فيها ايه؟ كنت بنام امتى؟ كنت بصحى امتى؟ كنت بذاكر قد ايه؟ وكمان المأساة اللي كنت موجوده فيها هحكي لكم كنت بضايق من ايه. فالفيديو ده بجد 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 يعني هتحبوه قوي قوي، فتابعوا الفيديو لاخر دور سكريبت ولا اي حاجه. انا بجد الفيديو ده هحكي من قلبي لقلبكم على طول كده. طيب علشان ما اطولش عليكم، يا ريت تعملوا لي سبسكرايب، انكم تدوسوا على الزر الاحمر اللي موجود تحت الفيديو، وكمان تحطوا لي لايك لان ده بيساعد في انتشار الفيديو، فساعدوني زي ما بساعدكم لاني بجد بتعب في تقديم المحتوى. وكمان يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تعملوا شير لاصحابكم علشان تساعدوني ان انا اوصل لعالم اكبر. وبس كده، يلا نبدا بالفيديو. بيس اوف يو اند هاو ار يو. انا مروه محمد ويلا نبدا بالفيديو. طبعا انا مش عايزه بس ان انا احكي الموضوع عليا وبس وانا بعمل ايه وكده، لا انا عايزه بجد افيدكم. فبعد كل حاجه هقول لكم نصيحه اتبعوها. اول حاجه هنتكلم عنها هي الدروس. كنت باخد دروس في كل المواد ولا لا؟ وكنت باخد كام درس؟ الاجابه هي كنت باخد دروس في كل المواد. طب وكام درس؟ درس واحد بس في كل ماده. كنت يبقى وزعت دروس كل يوم درس على مدار ايام الاسبوع كلها، ولا كنت سايبه ايام فاضيه؟ انا بصراحه كنت سايبه ايام فاضيه، 3 ايام او 4 ايام كانت بتتراوح ما بين الدول. طب انا ليه سايبه الايام الفاضيه دي؟ لاني كنت بضيع وقت جدا في الايام اللي فيها دروس. يعني كنت الدرس مثلا ساعتين، كنت بضيع ساعتين قبل الدرس وساعتين بعد الدرس تقريبا، او اكتر من ساعتين كمان بعد الدرس. طيب ليه كل ده؟ اولا ساعتين قبل الدرس دي براجع حاجات انا اصلا مراجعاها، يعني انا بعمل كده علشان بس رايح على الدرس علشان اقدر اسمع علشان اقدر احل امتحان ومش عارفه ايه. فانا بصراحه شايفه ان انا كنت مذاكره، فليه كنت براجع تاني؟ طبعا ده بيبقى من الخوف شويه. بعد كده بلبس بقى وانزل، وعقبال ما اوصل الدرس بتكون ساعتين ضاعت، وبعد كده ساعتين في الدرس، وبعد كده اكتر من ساعتين بره الدرس. بطلع من الدرس لو معايا صحابي لازم 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 نتمشى مع بعض، نحكي شويه لدرجه ان احنا كنا بنوصل ان احنا كنا بنقعد في جنينه وبنحكي. فكنت شايفه ان ده بصراحه تضييع للوقت، فان انا ماشي اوكي اضيع وقت في يومين 3 ايام اكتر احسن، يعني احسن من اضيع 7 ايام. لو اصحابي ما كانوش معايا كنت برجع بنام من الدرس، يعني برجع من الدرس انام. فكنت شايفه ان ده بصراحه تضييع وقت قوي. فاللي عملته هو ان انا قلت خلاص بلاها تضييع وقت كده كتير على الفاضي، فانا اخلي الدروس في 3 ايام او 4 ايام في الاسبوع، وباقي الايام تبقى ايام فاضيه. ليه بقى؟ علشان في الايام الفاضيه دي بجد كنت بقى بلم فيها حاجات الدروس كلها، كل حاجات الدروس كنت بلمها، كنت بعرف احل براحتي، كنت بعرف امشي يومي براحتي. وانا بصراحه من النوع اللي انا بحب امشي يومي براحتي، ما بحبش حد يقول لي مثلا ذاكري كذا اعملي كذا مش عارفه ايه، لا. وقفت دروس ولا ما وقفتش دروس؟ وقفت دروس وكنت في شهر 3 اول ما طبعا جات كورونا، وقفت دروس على طول. ودي اصلا زي ما قلت لكم في كذا فيديو قبل كده انها جات لي على الطبطاب، لاني انا كنت بكره الدروس. فبالتالي يعني اول ما جه ده كل الناس كانت زعلانه حرفيا، وانا يعني انا كنت بجد فرحانه قوي لان هقف من الدروس لاني ما كنتش بحب الدروس. فالنصيحه اللي عايزه اقولها لكم بعد موضوع الدروس هو انكم يا جماعه جربوا كل المدرسين. اي حد يقول لك على مدرس كويس جربه، جربه لمده شهر واحد بس، شوف هترتاح معاه ولا لا. بلس انك لازم تسال على المدرسين بشكل كويس، بيخلص امتى؟ بيشد ولا ما بيشدش؟ ايه مستو؟ ايه عيب؟ وهكذا. لازم تسال على كل مدرس وكمان تجربهم، علشان في واحد هيقول لك وحش، واحد هيقول لك حلو، واحد هيقول لك يعني، واحد مش عارف ايه، فانت جرب. الحاجه الثانيه اللي هتكلم عنها هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا انا اصلا كنت الحمد لله قبل ما اخش ثانويه عامه في اولى وثانيه ثانوي ما كانش عندي الفيسبوك، كنت ماسحه الفيسبوك لاني كنت بضيع عليه وقت كبير جدا، فانا كنت عاقله في الفتره دي الحمد لله. يعني الحاجه الثانيه الانستجرام ما كانش عندي اصلا، وما كنتش بحبه اصلا، وما زلت ما بحبوش اصلا، فيعني حتى دلوقتي هو عندي بس ما برتاحوش ولا بشوف فيه ايه. ثالث حاجه
ال ايه تاني، تيك توك. تيك توك ما كانش عندي ساعتها وكنت منتقله، دلوقتي هو اكتر موقع تواصل اجتماعي بضيع عليه وقتي للاسف، فلازم اشوف اتصرف في الموضوع ده. بس انا كنت في ثانويه عامه ما كنتش بحب تيك توك اصلا وما كانش عندي اصلا، فبرضه ما كنتش بواجه فيه مشكله. اللي كنت بواجه فيه مشكله بقى هو يوتيوب. يوتيوب كان عشق ساعتها، فكنت بقول اللي كنت بعمله ساعتها هو ان انا كنت اثناء المذاكره بذاكر واثناء الترفيه برفه، ويوتيوب كان عندي من اول السنه لاخرها ما خلصتش منه خالص، وكنت بقعد عليه عادي، هو والواتساب. حتى في ايام الامتحانات، في ليالي الامتحانات كنت بتابع على جروبات على الواتساب عادي، وكنت في ليله الامتحان كنت عادي بسمع يوتيوب وترفيه، يعني مش دروس ولا حاجه. فالفكره هو انكم تنظموا وقتكم. نصيحه يا جماعه من الموضوع ده، ما تكبتوش نفسكم، وكمان لما تحاولوا تخلصوا من مواقع السوشيال ميديا لانكم بتضيعوا عليها وقت كبير جدا فمش هتذاكروا، خلصوها بالتدريج، بلاش من دلوقتي. يعني مش تيجي دلوقتي في شهر 6، لو انت طالب في ثانيه ثانوي وداخل على ثالثه ثانوي، فبتجيش دلوقتي في شهر 5 كمان تروح جايب التليفون ادي فيسبوك مثلا، تويتر، تيك توك، اي حاجه تروح ماسكهم كلهم كده مره واحده، يلا بقى انا خلاص انا لازم اقفل كل حاجه واكتب بقى مغلق للدراسه ومش عارفه ايه. لا ده غلط. هتلاقي نفسك نص ثانويه عامه كده، لو قدرت تستحمل لغايه نص ثانويه عامه اصلا، مفتح مواقع التواصل الاجتماعي مره ثانيه، ودي هتبقى مصيبه ساعتها. فتعملوا ايه؟ اولا لما تيجوا تفكروا انكم تمسحوا مواقع التواصل الاجتماعي، ابداوا وفكروا في الموضوع ده من شهر 7 او من اول ما تبداوا دروس يعني، وابداوا احذفوا موقع موقع، ما تبقوش حاسفينهم كلهم مره واحده، لان هتلاقي كده ايه، هتلاقي تحس بحاجه غريبه. مش عيب او مش غلط انكم ترفعوا عن نفسكم، لا رفعوا عن نفسكم عادي جدا، بس اهم حاجه الترفيه ما يجيش على المذاكره بس، ده مهم جدا في الثانويه عامه. الحاجة التالتة اللي عايزة اقول لكم عليها، يومي كان ماشي ازاي في ثانوية عامة. اولا كنت في اول السنة ما كنتش بضغط على نفسي قوي، كنت بصحى الساعة 9 وبس، كنت بصحى الساعة 9 وبذاكر من 9 للظهر مثلا، او من للظهر الساعة 1 2 على حسب انا ورايا قد ايه مذاكرة، وبنام بصحى انزل الدروس. وفي الايام الفاضيه بقى كنت بقعد في البيت عادي على حسب برضه اللي ورايا ايه، يعني ما كنتش بضغط على نفسي خالص في اول السنه. وبعد كده بدات اضغط على نفسي شويه شويه بالتدريج، لغايه ما وصلت في اخر شهور بصحى من 5 الفجر وبقعد لغايه العصر، وبعد كده كنت بنام واصحى اكمل بقى وكده. النصيحه اللي تاخدوها من الموضوع ده هو يا جماعه، مش اول ما تبدا السنه كله على طول كده ايه انا هصحى من 5 الفجر وهفضل اذاكر لغايه الساعه 12 بالليل، وان انا هذاكر الحاجات اللي هيقولوها المدرسين وهحضر وهراجع الوحدات ومش لا خالص، ده غلط جدا. لانك محتاج لان زي ما قلت ثانويه عامه زي الماراثون، محتاجه حد انه يكون يعرف بيوزع طاقته بشكل كويس، يبدا بالراحه يزود 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 يزود، مش يبدا يزود وبعد كده هيلاقي نفسه بيرخي. ما تقولش انك مش هترخي علشان انت مش عارف قد ايه ثانويه عامه سنه طويله، وخصوصا انكم كنتوا بتتمرقعوا في اولى وثانيه ثانوي وكنتوش بتذاكروا، فلا ما تعملوش كده خالص. تاني نصيحه، ابداوا شويه بالراحه بالراحه، وبعد كده مع الوقت هتلاقوا ان الساعات بتزيد او المذاكره بتزيد لوحدها. ليه بقى؟ لان هتلاقي الحاجات بقت تزيد اكتر. مدرس بيقول لك بعد ما كان بيقول لك ذاكر الدرس ده ذاكر الدرس ده ذاكر الدرس ده، هتلاقيه بيقول لك ذاكر الدرس ده وراجع وحده مش عارفه ايه، فالمدرسين لوحدهم هيبداوا يزودوا، فملهاش لازمه انك تزود على نفسك حاجات. ليه يعني؟ غلط كده، غلط. ايه الدعوه اللي كنت بدعيها في كل صلاه؟ الدعوه اللي كنت بدعيها دايما، اللي كنت بدعيه هو يا رب اجيب مجموع، ما كنتش بدعي بكليه معينه بصراحه، يا رب اجيب مجموع اخلي اهلي يبقوا فخورين وانا ونعيط من الفرحه. وفعلا ربنا حقق لي امنيتي الحمد لله، يعني شكرا يا رب، ربنا حقق لي امنيتي الحمد لله. فانتوا بقى كل واحد يدعي يعني بالحاجه اللي هو عايزها وربنا يوفقكم جميعا. المسائل اللي كنت بعيشها في ثانويه عامه، هنا عندنا في اسوان الجو حر قوي قوي، فكنت بنزل دروس بسبب ان انا مثلا عايزه افضي ايام تانية، فكنت بنزل دروس تحت الشمس في العصر والظهر. كمان كنت في حاجه تانية، بنام في تكييف في الاوضه التانية، كنت ما اصحاش يعني، كنت بصحى متاخر، وده كان في فتره الايه، فتره الصيف كده في اخر السنه يعني كده شويه، فكنت بصحى متاخر. فلا ما انا عايزه اصحى بدري، يعني ورايا حاجات هم ما يتلموا، ورايا مذاكره ومش عارفه ايه، فكنت بنام في الاوضه اللي ما فيهاش تكييف
علشان اصحى من الحر. كانت يعني هي حاجة صعبة، هي بالنسبة لي يعني بالنسبة للناس تانية، في ناس عاشت حاجات اصعب من كده بكتير، في ناس عاشت حاجات اصعب مني بكتير، بس هي دي من الحاجات اللي انا عملتها برضو علشان كنت اذاكر. كنت كل الناس بتبقى نايمة الفجر، كانت الناس كلها تبقى نايمة وانا بقى قاعدة صحية بذاكر. هي شعور صعب بيبقى ساعتها لما الواحد بيكون قاعد في الموقف ده. بعمل حاجات، بمنع نفسي من حاجات كتير قوي هتخليني مثلا ان انا مذاكرش. مش عارفة ايه تاني، كنت بعيط كتير قوي قبل ما انام في الصلاة من الضغط اللي بيبقى فيه ثانوية عامة. بس الواحد اول ما بيعيط او اول ما بيطلع الكبت اللي جواه بيبتدي انه يرتاح قوي. كيوت يا جماعة، بعيدا عن الكآبة اللي كنت بتكلم فيها دلوقتي، قبل ما امشي تعملوا لي سبسكرايب وانكم تدوسوا على الزر الاحمر اللي موجود تحت الفيديو علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي جايه، وكمان تعملوا لي لايك علشان ده بيساعد في انتشار الفيديو. ولو عايزين اي فيديوهات تانية هتلاقوا قوائم تشغيل كتير جدا على القناه، روحوا ودوسوا على قوائم التشغيل، اتفرجوا بقى على اي حاجه انتم بتحبوا تتفرجوا عليها، اذا كان عن نصائح ثانويه عامه، نصائح في الحياه بشكل عام، روحوا وشوفوا الفيديوهات هتفيدكم جدا. وكمان يا ريت تعملوا لي شير الفيديو ده مع اصحابكم علشان ده بيساعد في انتشار الفيديو برضو، فانتوا الوحيدين اللي تقدروا تساعدوني ان انا اكبر قناتي، لان انا مش هقدر اعمل ده لوحدي. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.